بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون حرارة طب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، إنما شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان النهاردة في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم ونشاط الرياح في بعض المناطق، وفي الصبح شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمياء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم، خصوصا أن في انخفاض طفيف في درجات الحرارة. بالفعل اعتبارا من اليوم هيكون في انخفاض طفيف وتدريجي في قيم درجات الحراره في معظم محافظات الجمهوريه، وده بسبب ان احنا هنتاثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على سطح الارض مع كتل هوائيه معظمها قادمه من جنوب اوروبا. الكتل دي معتدله ومنخفضه في درجات حرارتها، بالاضافه كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا هيعمل على وجود السحب المنخفضه فتره الصباح، فبالتالي هتحجب جزء من اشعه الشمس وتلطف الاجواء بشكل كبير، وكمان هيعمل على توزيع رطوبه في عمود الهواء ككل، فمش هحس بنسب الرطوبه العاليه اللي بتبقى موجوده في الجو، وطبعا هيساعد على احساسنا بانخفاض درجات الحراره. اجواء فتره النهار وخاصه فتره الظهيره دي فيها الاجواء الحاره الرطبه على القاهره. طيب الرطوبه نسبتها قد ايه النهارده يا فندم؟ هي نسب رطوبة النهاردة نسبتها على القاهرة الكبرى ما بين 80-85%، على السواحل الشمالية ما بين 90-95%، لكن العوامل الموجودة معانا زي المنخفض الجوي بيخلي الرطوبة تتوزع في عمود الهواء ككل، فبنبدأ نشوفها على شكل سحب، فبالتالي مش هحس بيها بالشكل الكبير رغم وجودها. بالإضافة كمان وجود نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهورية يقلل إحساس نسب الرطوبة، عشان كده احنا بنقول بس هي فترة الظهيرة مع سطوع أشعة الشمس ممكن نحس بالأجواء الحارة الرطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار وتحديدا في فترة الظهيرة. لكن مع غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل هنبدأ نحس بالاعتدال الكامل في الأحوال الجوية، هنحس بشكل كبير بنسمات الهواء اللطيفة جدا خلال فترات المساء وساعات الليل، لأن نشاط الرياح كمان بيبدأ فترات المساء. سرعة الرياح عندنا النهارده قد إيه يا فندم؟ وهل هي مصحوبة بأتربة ورمال ولا لأ؟ سرعات الرياح اليوم بتتراوح في معظم محافظات الجمهورية ما بين 30-35 كيلومتر على الساعة، هو نشاط نسبة الرياح مش قوي، كمان نشاط الرياح ده قادم من على البحر المتوسط، فمش محمل بأي أتربة ورمال مثارة، هو فقط هيساعد على تلطيف الأجواء ويخلينا نحس بنسمات الهواء اللطيفة خلال فترات المساء ساعات الليل، وكمان فترة الصباح الباكر أجواء صيفية معتدلة تماما ولطيفة جدا معظم محافظات الجمهورية. يبقى التحذير فقط من الشبورة المائية فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن هي أيضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا على الساعة 7 صباحا الشبورة المائية بتبدأ تختفي والرؤية الأفقية بتبدأ تتحسن على أغلب الطرق. كمان حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، البحرين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط ما بين 1 إلى 1.5 متر، البحر الأحمر ما بين 1.5 إلى 2 متر، فنقدر نستمتع بالأجواء بشكل كبير، لكن برضه لازم نخلي بالنا من التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة، لأنه فترة الظهيرة تحديدا شدة أشعة الشمس اللي بيوصل الأرض بتبقى عالية جدا، فلازم بقدر الإمكان لو أنا موجود في الشارع أو حتى موجود في المناطق الساحلية يبقى في حاجة بتحميني من أشعة الشمس عشان ما تخلينيش أحس بقيام درجات حرارة مرتفعة. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن هي تكون 34 درجة مئوية في الظل، محسوسة ممكن أحسها لو تكون 36 أو 37 درجة مئوية، لكن إن شاء الله مع غدا السبت خلال الأسبوع المقبل هيكون في مزيد من التحسن في الأحوال الجوية، أحس إن في يعني اعتدال في درجات الحرارة عن الأسبوع ده، لأن إحنا الأسبوع ده كله كان فيه ارتفاع في درجات الحرارة، لكن الأسبوع اللي جاي اعتبارا من غدا السبت إن شاء الله وعلى مدار الأسبوع المقبل على الأقل لحد يوم الثلاث والأربع في الأسبوع اللي جاي هحس بالاعتدال الكامل في الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة بإذن الله. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا
مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 34 والصغرى 26، العاصمة الإدارية 34-26، اسكندرية 31-25، العالمين الجديدة 30-24، مطروح 30-22، دمياط 33-25، بورسعيد 32-25، الإسماعيلية 36-23، السويس العظمى فيها 37 والصغرى 24، العريش 33-24، كاترين 35-19، طابة 37-27، حلايب 34-30، شلاتين 38-31، شرم الشيخ 40-31، الغردقة العظمى فيها 41 والصغرى 30، الفيوم 36-26، بني سويف 37-25، الوادي الجديد 42-26، أسيوط 39-24، سوهاج 42-25، قنا 42-27، الأقصر 43-25، وأخيرا أسوان العظمى فيها 44 والصغرى 28. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لجمعنا وشاذلي نكمل معهم باقي فقراتنا. بنشكرك يا لميا.